عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في قناتكم، وهي قناة رضا صداد اللي هي الاسم ديالي. كيف كتلاحظوا معنا قبل كان سميتها ميوزيك اند فود، واليوم سميتها رضا صداد. علاش؟ حيت قبل كنت دير ان كونسيبت ديال ميوزيك اند فود، يعني كنت كندير الموسيقى وكنت كندير الماكلة. إلا رجعتوا الفيديوهات القدام غادي يبانوا لكم. وبعد ما رجعنا من جديد كنبغي نحيي الفرصة للجميع المتتبعين اللي سولوا فيا على هاد الغبرة، وكنشكركم جميعا بزاف بزاف، وكنعتذر لكم لهذا الوقت الطويل اللي غبرت عليكم. كيف ما عرفتوا كنت خدام بزاف واحد الاغنيه ديالي اللي خرجتها هذه مؤخرا شي شهر ونص بحال هكذا، اللي هي بيتيت لويور، اللي ما شافهاش يمشي يشوفها، وكنتمنى تعجبكم. هاد الاغنيه بيتيت لويور خدات لي الوقت بزاف، كما كتعرفوا اون كومبوزيسيون ولا اللحن كيطلب بزاف ديال الوقت. لحن لارونجمون لارونجسترومون، غير لارونجسترومون كيخصك تسجل كل شي لي زانسترومون بيتيك نتا، و لي زارونجمون تا هما خصك ديرهم. من بعد كتسالي كتحط الغنى ديال التيموان، من بعد كتعاود تارونجي حتى كتسالي، وكتبدا تقلب على الاصوات المناسبين لك لهذيك الاغنيه اللي بغيتي نتايا، والاصوات اللي كتحلم بهم نتا. عاد كيمكن لك تسجلهم وتساليهم، من بعد كتحط لا فوا ديالك اللي هي اوفيسيال يعني الرئيسيه. من بعد ساليت هادشي كامل خصني نديرو ان كليب، وكيف ما كتعرفوا الكليب كيبغي المصاريف بزاف، وانا ما عنديش مصاريف بزاف، دونك اشنو خصني ندير؟ خصني امبروفيزي، والحمد لله لقيت الناس اللي وقفوا معايا اللي تا هما اجتهدوا معايا في العمل ديالهم ووقفوا معايا، وكنشكرهم بزاف بزاف بلا ما نذكر الاسماء ديالهم. وهادشي هو اللي تخدا ليا الوقت بزاف. كيف ما كتعرفوا ملحن كيخص يبقى ملحن، ارونجور كيخص يبقى ارونجور، المغني يبقى مغني، اللي كيدير الميكساج يكون كيدير غير ميكساج، واللي كيدير الماستريك كيكون سبيسياليست الماسترين. وللاسف انا كنخصني ندير كل شيء بيديا وبقلبي وبعقلي، والحمد لله كل شيء درته، والحمد لله الأغنية نجحات، وكنتمنى تكون عجباتكم مرة أخرى. دونك دابا نمشيو للموضوع ديالنا اللي غادي يكون هو الجديد المستقبل لهاد القناة. قبل ما ندخلو في هاد الموضوع نديرو الانترو اللي يالله صوبتو تا هو جديد وكنتمنى يكون عجبكم. يالله نشوفو الانترو. مرحبا بكم معنا من جديد في قناتي رضا صداد، اللي هي عبارة على الموسيقى الأوكسيدونتال يعني الموسيقى الغربية. هو الكونسيبت ديالي في الأول قبل من ميوزيك اند فود، كنت باغي ندير ان كونسيبت كبير بزاف. كنت غادي نبدأ في ميوزيك اند فود وغادي نكمل واحد الكونسيبت اللي كان هو كان خصني نسافر فيه بزاف، لكازا للرباط لأكادير لتطوان لبارتو في المغرب، ومام حتى في الألمان في كنخدم حتى أنا، حتى هو خصني نمشي نسجل في هذه الفيديو ونديرو لكم. ولكن للأسف طاحت علينا هاد المسرحية ديال الفيروس كورونا، دونك حبست ما قدرت ندير والو. ولكن قلت بلاتي أوليو العواد الدراري الموسيقيين او لا ماشي موسيقيين يبقاو جالسين في الدار، اجي ونعلموهم داكشي اللي كنعرفو نعطيه ليهم. داكشي اللي درت والحمد لله نجحات، والناس كلشي فرحان، وكيكتبوا لي لي زيميل، كيكتبوا لي في الماسنجر، كيكتبوا لي في الواتساب، واللي كنخصو شي حاجه كنعطيه بار تليفون ولا واتساب كنوريه ولا شي حاجه ما فيها باس. دونك دابا في مستقبلا ان شاء الله على ما يحيد عنا هذا الوباء، قررت باش ندير لكم ثلاثه الفيديوهات في السيمانه، يعني الثلاث والخميس
والسبت. ثلاث غادي يكون فيها لي كور دو بيانو ولا الموسيقى اون جينيرال وعلى حسب الطلب ديالكم تنتوما. نهار الخميس غادي يكون ان شاء الله لي كور تاع لوجيك برو، يعني لوجيك برو كيفاش ارونجي، كيفاش لي راسوسي كلافيي، لو بروغرام كيفاش كيخدم، لو بوفور، لا كارت سون، كل شيء العلاقه اللي كتخص بلوجيك برو وباللحن وبالارونجمون لي بريز دو سون. ومن هالمنبر كنعتذر الناس اللي ما عندهمش الماك، يعني هاد لوجيك برو كيخدم غير مع الماك، واللي عنده الويندوز كيخدم بالكيوبيس ولا بابلتون لايف ولا باي حاجه. هو لو كونسيبت راه بحال 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 شديتي الايفون ولا شديتي السامسونج، هو كيبقى الخدمه هي هي، ولكن الاهم حاجه هي اللي غادي نوريها لكم انايا. ونهار السبت غادي نديرو هاو تو بلاي، يعني اي اغنيه من الطلب ديالكم اللي غادي تكتبوا لي في 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 التعليق تاعكم، اي طلب بغيتو شي اغنيه تعلموا ليها ولكن بالاخص الغربي، سينو العربيه راه ما كنعرفش ليها، يعني ما كنعرفش الطرف الاندلسي، الراي، الشعبي، الشرقي، هادو ما كنعرفش ليهم، من غير الا كان شي اغنيه عربيه ولكن ملعوبه بشكل غربي، بحال عائشه، بحال عبد القادر يا ابو علام، هادو كلهم ملعوبين ماشي عربيه، هما سي لوكسيدونتال. وغادي يبقى لينا مره في الشهر غادي نبدا ندير لي كوفر، يعني غادا نعيط على الموسيقيين زوينين اولا المغنيين الواعرين اللي كاينين في مراكش اولا كاينين في كازا، وداك الشيء غادي يقدروا يجيو عندي ان شاء الله لهنا وغنبداو نسجلوا لي كوفر. ومره مره انا نيت غادا نغني لكم دي مورسو كوفر، وعلى حسب الطلب ديالكم اللي تخليوا ليا في التعاليق تاعكم. ومرة في شهر غادي نبدا ندير فيديو سبيسيال، غادي نجاوبكم على الاسئله ديالكم، يعني اللي عنده شي سؤال في هذاك الشهر كامل كيحطوا ليا وانا كنقيدهم، وفي الاخر ديال الشهر غادي نبدا ندير لكم فيديو ونجاوب بواحد بواحد على السؤال ديالو. دونك ما عليا غير نخليكم ان شاء الله الحلقه الجايه اللي هو نهار الخميس غادي نبداو لي كور تاعنا، وما تنساوش ديروا سبسكرايب وديروا لايك والتعاليق ديالكم، بالدعم ديالكم يمكن ليا نستمر، سينو راه نقدر نحبس هاد القناه، حيت كيف ما كنلاحظ بزاف الناس كيتفرجوا وهما اي سون با ابوني، يعني ما مشاركيش معايا في القناه. شاركوا معايا في القناه وما تكونوش معكازين، راه ما غتخسر والو، بالعكس غادي غير تعطي لي لينيرجي باش نبقى نزيد لكم القدام. عزيزي عزيزاتي، حبيبي حبيباتي، كنتمنى تكونوا بالصحة والعافية، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.